التراتيل والترانيم هن وسيلة جميلة لإلنا حتى نتقرب أكثر من ربنا ونعبر عن محبتنا لإله. مع بداية الشهر المريمي ضيفنا هلأ حب يقدم تحية للسيدة العذراء ترتيلي بعنوان أم الكل اللي عم نشوفها حاليا على شاشة الام تي في. هو فنان موزع وملحن تعاون مع عدد من أبرز الفنانين، وهو قدم لنا ترتيلة كأول ترتيلة لإله، ولكن حسب ما عرفت ما راح تكون الأخيرة. برحب بالفنان جورج سياح. أهلا وسهلا فيك جورج. أهلا وسهلا فيك. مبروك العمل الجديد وينعاد عليك. Thank you. علينا وعليك. بعد عم تشوفوا على كل على شاشة الام تي في ترتيلي بعنوان أم الكل، تحية للسيدة العذراء. وشو هالطريقة الحلوة حتى نستقبل الشهر المريمي؟ بدنا نحكي عن تفاصيل هالعمل، ولكن بعد 15 سنة بالموسيقى أو 7 سنين بالفن قررت تقدم ترتيلي، ليش هالاتجاه وليش هلأ جورج؟ اجتمعت أنا والمخرج جو طويل على غنية فيديو كليب لأغنية، مش نعم. للترتيلي ما كان العمل، انه اتفقنا، عم بيقول لي انه عن فيديو كليب، قال لي ليه ما بتعمل شيء للسيدة العذراء بالشهر المبارك؟ قلت له كثير بحب وكثير حابب وجرب، وقال لي بدك تعمل شيء على مستوى حلو، يعني يكون مستوى كبير. قلت له انا جاهز. اجتمعت انا والكاتب والشاعر مرسال مدور، خي وحبيب قلبي، اعطيته الفكره، قلت له بدنا شيء لسيده حريصه بالأخص. نعم. لسيدة ليش لبنان. اخترت السيدة العذراء؟ اخترت سيدة لبنان حريصة. نعم. وقلت له بدي شيء انه بوصل حريصة هالمكان بالذات. قلت له بوصل على حريصة وبركع. وقال لي بس، قال لي دغري مرسال مدور، قال لي بس. وفعلا كانت مسهلة كثير، يعني بظرف 4 أو 5 أيام كنت ملحنة ودغري بلشت توزيع، حتى تسجيل استوديو. بدي وجه تحية كمان إلي سابا، استوديو إلي سابا وكل اللي تعبوا على العمل. يعني الفكره نشات بالصدفه، يعني كنت بعشاء مع المخرج جو طويل اللي هو كمان مخرج. كنا عم نحكي على اغنيه رح تنزل قريبا، يعني رح تتصور. هو طرح عليك الفكره؟ طرح علي الفكره، وانا بحب، يعني بحب حدا مثل قال لي قادر تعمل شيء. هيدي الكلمه يمكن استفزتني، قادر تعمل، انا اللي قادر اعمل. نعم. لانه بكتب وبلحن وبوزع. وفعلا مرسال يعني دقت فيه الكلمه دغري، بس قال لي اسمع، دق لي ثاني نهار اجتمعنا انا ومرسال، بس سمعت يعني الكلمات. يعني طلبت من الكاتب مرسال مدور انه يحضر شيء خاص للسيدة العذراء ولسيدة حريصة. صحيح. بلبنان يعني بهالمكان بالذات. بدي بوصل على حريصة وبركع، انه لان كنت تعرفي باول شهر باول ايار كل اللبنانيه. صح. وصراحة بس طلعت صورت كل الطوايف، بس طلعت صورت هذا الشيء. صحيح انه ام الكل، بس كنا بحريصة عم نصور، طلعت على الشخص لزور قبل ما بلشنا تصوير، طلعت بناس من الامارات، باصات من المانيا، من جميع الطوايف. وشغلة صارت مضحكة، بدي اقول لي كثير اجاني اتصالات من فنانين زملائي ومن ناس اصحابي، بعض الفنانين زملائي. قصص طريفه صارت معك بهالموضوع. طايفه اولا كثير حلو انه الفنانين اتصلوا فيك تيهنوك على هالعمل، فنان صديق كمبادره كثير. طايفه الشعيه دق علي دغري، اول ما رديت قال لي والامام علي بكيتنا. حلو كثير. يعني وهذا دليل على انه السيده العذراء بالفعل بتجمعنا كلنا بكل طوايفنا. عن جد ام الكل. الحمد لله العمل يعني كثير كان موفق. نعم. عم بلاقي اصداء، بسمع اصداء كثير حلوه، وان شاء الله خير. يعني هلا عندي فيديو كليب جديد، انا وان من شو، يعني ماني مصبوغ ترتيل، بس لعبت اول ترتيله الي، اول فيديو كليب كان لالي ترتيله للعذراء. نعم. قبل ما نكمل حديثنا جورج بدنا نشوف مره جديده نحن والمشاهدين هالكليب، وبنرجع بنحكي عن تفاصيله. بعرف الامور كانت كثير مسهله، والتصوير كان كثير مسهل، بدنا نحكي عن الاسباب. تفضلوا. بوصل عحريصة وبركع، برفع ايدي وبتطلع، ما بدي من عندك ارجع حدك، بدي ضل. بوصل عحريصة وبركع، برفع ايدي وبتطلع، ما بدي من عندك ارجع حدك، بدي ضل.
انت اللي بهمي قدرة، انت اللي كلك قدرة. لما بصرخ يا عذرا، لما بصرخ يا عذرا، ضعيفك عم بيطل يا ام المصلوب بالفاني المحبوب حبيبة القلوب. انت ام الكل يا ام المصلوب. حد بيقويني من حب الفادي مليني، بحاجة الإيمان أعطيني التوبة والغفران. وجودك حد بيقويني من حب الفادي مليني، بحاجة الإيمان أعطيني التوبة والغفران. بحق الطهر اللي بعيني مسبحت الصلاة بيديك يا عطرة دخيل جرايك، يا عطرة دخيل جرايك. ردي عن لبنان يا أم المصلوب بالفادي المحبوب حبيبة القلوب. انت أم الكل يا أم المصلوب بالفادي المحبوب حبيبة القلوب. انت أم الكل. كتير حلو هالعمل جورج، بهنيك وبهني المخرج جو طويل اللي هو كمان مخرج برنامجنا. شفنا دموع، ما بعرف دموع فرح بتصور كانوا، هو دموع حقيقيين. دموع العالم اللي كانت بحريصة. أنا عم صور، بتعرفي الكليبات كل المخرجين بجيب ناس أوقات على الكليبات حريصة. ما تخيلت إنه قبل الشهر المريم يكون هيك العالم بسيدة لبنان وهالقد. نعم، يعني من باصات مدارس وصلوا الاولاد مثل ما شفتي صورنا لايف، الاولاد مدارس من يعني نزلوا وقفوا انا وعم صور. كان شعور وانا اول كليب لإلي، يعني بتعرفي بكون ملبك اول مره. يعني المكان لوحده بيأثر فيك. المكان لوحده، وانا عم بركع اول مشهد اللي هو كثير اثر. شوف الناس ساجدين عم بيصلوا. يعني الشباب مع المخرج يعني تأثروا كمان. نعم. حتى الناس كانت عم تصور بالسلولارات كلها، طلعت انا وبس عم بعمل مشهد الركعه او بس ركعت اول شيء، بفتح عيوني بلاقي العالم كلها مدمعه عم تبكي. في مره تعمل لي شو هالاحساس اللي عم ترتل فيه، وفعلا مش انه عم بعمل ليبسينج او فعلا كنت عم رتل، كنت عم رتل التبديل. صوتك فيه حنين، يعني صوتك بالفعل مؤثر. هذا كمان ممكن يكون اثر عليهم. المكان رائع، التصوير كان مسهل، الامور كانت كلها مسهله. لما الامور بتكون هالقد سهله جورج، بتحس انه العمل مبارك؟ اكيد. نحن خاصة بس وصلنا على حريصة صار معنا قصص كتير، يعني مخرج جو طويل كمان بيبقى يخبرك عنا. مثلا التصوير مثل ما شفتي كلهم شافوا من الطيارة مصورة، هي صراحة عم بيزبطوا البازيليك فوق. في ونش أخذنا دغري، عطونا إذن للونش، صورنا من الونش حريصة من فوق، يعني قدرنا صورنا لبنان كله. حلو كتير. إذا كله كان مسهل يعني. وبدي اتشكر الاداره فوق بحريصه بسيده لبنان.
بتشكرهم وكل اللي تعبوا بالعمل. هل المخرج جو طويل قدر يخليك تظهر بالصورة أو يجسد الصورة اللي أنت حابب تطلع عليها على الناس بهالعمل؟ أكثر ما كنت بتخيل، يعني صراحة قد أنا مأدى بخشوع ومرسال مأدى بخشوع وشاغلين عم نشتغل ترتيلة للعذراء، ممنوع تكون مستوى خفيف، يعني بدها تكون مستوى عالي لان هذا المينيموم ينعمل للعذراء. وفعلا جو كمان قد ما نحن ادينا باحساس ادى باحساس اكثر منا. نعم. جورج انت مش بس اديت هالترتيله، انت لحنتها ووزعتها كمان. العمل على ترتيله بيختلف عن العمل على اغنيه شعبيه مثلا؟ كل ميوزك بالتوزيع بالاخص وباللحن بدها تنعمل، يعني انا ما عملتها سريعه وما عملتها وما بميل، حتى اذا عم بسمع ترتيل فيها ايقاعات قويه وهيك ما بحس بالخشوع، بس نعم. عم بعمل ترتيله، يعني عم اعمل انا موزع اغاني كثير دبكه واغاني لإلي، عندي كذا سينجل انا ما صورت، تصورت اول شيء هذه اول فيديو كليب، اول فيديو كليب لإلي، بس انا عندي اغنيه طريقي علي، عندي حب الاول، عندي اغنيه وين الدبكه اسمها، وين الدبكه كتبتها كان عمري صغير، كنت سهران بنايت كلوب وانا شغلي ضمن نايت كلوب، يعني صح. انا من الناس اللي بتحب الموسيقى الشرقيه، سهران بنايت كلوب كل الليل تكنو هاوس وار ان بي اجى على بالك شيء مختلف؟ على بالي عربي انا، اوكي طيب اوكي، ساعة سمعت هالميوزك، جيت على البيت كتبت وين الدبكة والمزمار غادرونا بغفلة، اجى التكنو والجيتار خربطوا كل الحفلة خربوا الدنيا يعني عندي كذا اغنية، هلا عندي 12 اغنية انا، بس رح نزل وحدة على صعيد لبنان بتحكي عن لبنان. هيدي فكرة غنائية جديدة عم بتحضر لها؟ فكرة جديدة. وفي اسم لبنان مكتوب عليها؟ لا صح؟ ما رح احكي كثير، بس فينا نخبر هلا. غنية اسمها يسر لك، اللي بقول لك عنه عنوانها اسمها يسر لك، وان شاء الله ان شاء الله خير. حتكون عم تحضرها فيديو كليب؟ عم حضر فيديو كليب، ورح تكون انتاج اكس راي نايت كلوب، وجه لهم تحيه. مسيو ري سابا، مسيو هيثم سابا، اللي على طول واقفين حدي بالانتاج بالاخص بالاغاني وبالنايت كلوب بالباترون. جورج مثل ما ذكرت انت عندك اغاني خاصه لك، عده اغاني قدمتها وتعاونت مع عدد من ابرز الفنانين كمان، معين شريف، توني كوين، خبرنا عن هالاعمال. توني كوين عملنا غنية دلون دلون على لبنان، أنا توزيعي ألحن توني كيوين وكلمات مرسال مدور محافظ الألقاب أكيد. الحمد لله توفقت غنية توني كتير، عم نعمل غنية كمان تانية لتوني ما رح أحكي عنها، بركي ما بيحب هو كمان توزيعي. نعم. شغلة بتحكي عن ستايل توني، يعني تلوين التوني، هو عنده أسلوب خاص على كل معروف فيه، عنده اسلوب بالغنية بتحكي عن صيادة، ما صيادة حلوة أكثر من هيك رح أقول. في ناس بتقول إنه الفنان اللي بيقدم تراتيل لازم يلتزم بهالفن وما يقدم أغاني شعبية، شو رأيك بهالموضوع؟ لا أنا كوني وان من شو، يعني إذا أنا بدق وبغني بعزف كذا انسترومون، بيس فيولون، بس بالنايت كلوب بلعب كيبورد، نعمل شو يعني نشتغل ستايل نايت كلوب. ولكن بموضوع الالتزام انت مع هالراي او لا؟ ترتيلي لانه انت من الفنانين اللي اثبتوا انه بيقدروا يعملوا اثنين. الفنان بيقدر يأدي كل شيء، كل الفنان صحيح هو اللي بيقدم كل الالوان، تراتيل دينيه، اغاني دبكه شعبيه، اغاني سريعه، اغاني بطيئه، الفنان فنان، هيدا الفنان. ولكن اداء الترتيلي بيختلف عن اداء الاغنيه الشعبيه؟ الترتيلي بده مثل ما قلت لك يوصل مسج، عم بتغني للعذراء، ما عم بتغني لبنت حلوه عيونك وجمالك هو خشوع وقلبي. هو صلاه عم بتغني، ما في الا بغمرك عم يعني حتى الجمله الثانيه هي فعلا بالترتيله هي اللي بكت الناس اللي مكتوبه. بتقول انه اعتبرت هالعمل كندر كان عندك وفي طلع هالندر؟ صحيح. انا بعد ما قال لي يعني مش حلوة أقول تحدي، بس قال لي جو بدنا نعمل شيء ضمن المستوى، قلت له جو حنجرب، بس سمعته إياها بعدني عم سمعه إياها على السيلولار، قلت له اسمع، قال لي بس هيدي هي. نحن بنشكر جو لأنه تحديك، لأنه أولا قبلت التحدي وتصور فزت كمان بالتحدي، لأنه الترتيلة بالفعل رائعة. وبدي أتشكر الـ MTV
الانتاج كان للام تي في، اكيد بدي اتشكر ام تي في، واكيد بتشكر اكس راي نايت كلوب اللي حينجولي الاغاني. هلا عندي غنيه قريبا ان شاء الله انتاج الاكس راي. هيدي ما راح تكون اخر ترتيله بتقدمها عندك كمشروع كل سنه؟ ان شاء الله لا، بس هلا صار تحدي اكبر، لان اذا بدي ادي ترتيله بدها تكون مثل ام الكل، يا ما بعمل ترتيله، لان عن جد الاصداء اللي لقيتها الحمد لله. الحمد لله. عبالك تعمل ترتيلي كل سنه بهالوقت للسيدة العذراء؟ ان شاء الله، اذا صار فرصه ان شاء الله. نعم، رح تكون بمحلها الصيفي في مشروع حابين؟ انا سفر، عندي سفر كثير وشغلي جمعه وسبت بالنايت كلوب بالباترون، بي اكس راي نايت كلوب، وعندنا تحضيرات كثير وحفلات كثير الحمد لله. نحن منهنيك على هالعمل جورج، وان شاء الله العذراء بتنور كل اعمالك، ونحن ناطرين اشياء كثير حلوه منك. اهلا وسهلا فيك. وقفي مشاهدينا ومنتابعه.